السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل على مثال السابق، ونيجي نقول هنا نبغى نستخدم أمر ديفولت، فنشوف كيف نستخدمه. مثلا نضيف سولت ثانية هنا أو سلوت، ونقول نسميها بي جندر. جندر، طيب، ونيجي هنا نقول ديفولت يحط ام، خلاص، بمعنى انه اذا انا ما دخلت حاجة راح هو يحط الديفولت الجندر ام. يعني زي مثلا هنا لو نجي ننفذها الحين، شوف انا دخلت بس الاسم اللي هو عثمان سعيد والعمر 21، بس ما دخلت قيمة للجندر. فنجي خلينا نحفظه، كنترول سيف، وهنا كنترول ال ونحمله. طبعا بيقول لك خطأ، لانه هنا يقول لك ما يقدر يسوي لها ري ديفاين، لانه انا استخدمتها من اول، فما يقول لك ما يقدر يسوي لها ريديفاين، فما عليكم من هذا الخطأ، يعني خطأ عادي. فنيجي نقول هنا ريسيت، يس، و ار. طيب لو نلاحظ ما ضاف شيء، سولت او سلوت، عفوا، اي سلوت. طيب خلينا نقفل البرنامج ونشوف يمكن يشتغل معانا، ونشغله من جديد. ونقول كنترول كنترول لود، شوف حيقول لك صح ما في اي خطأ. وسوي كنترول ريسيت وكنترول ار. لو تلاحظون هنا ضاف الجندر، جندر، وحطه ام. طيب ف زي ما قلنا هذا باي ديفولت يحطه ام اذا انت ما دخلت قيمة، لكن خلينا ننفذ من جديد، كنترول اوبن، ناخذ البرنامج من جديد وننفذه، ونضيف هنا بيرسون ثاني او اسيرت ثاني. فنقول كنترول كوبي، نجي هنا كنترول في، ونقول هنا نسمي مثلا رنا. ورنا مي ايميل، فنقول انها في ميل، يعني نغير اللي هو البي جندر جندر، ونقول انه في ميل. فلو ننفذ هذه ونطبعه من جديد، خلينا نكبر شوية، لو ننفذها ونطبعها من جديد، نسوي سيف، راح نلقى هنا بالافتراض حط ام، لكن هنا عشان حطيت اف فما حيحط ام، وبيحط اللي هو المتغير اف. فلو نيجي هنا ونقول كنترول لود، ونحمل البرنامج من جديد، بعدين نسوي ريسيت، اوكي، بعدين الار. شوفوا القيمة الثانية، البيرسون الثانية، ذحين بيرسون الاول عثمان سعيد والعمر 21 والجندر ام، والثانية اللي هو البيرسون رنا والعمر 21 نفس العمر، ولكن حط الجندر اف لانه ما خليناه باي ديفولت. فهذا امر باي ديفولت انه كيف نستفيد منه. طيب في حاجة ثانية، أنا الحين عندي أكثر من رول، عندي هذا رول واحد ورول اثنين. طيب أبغى أسوي ترتيب في التنفيذ، يعني مثلا أقول نفذ لي هذه أول بعدين نفذ اللي فوق، أو يعني إذا عندك أكثر من رول، فنسوي أمر اسمه اللي هو الديكلير. طيب الديكلير هذا راح يسوي زي الإعلان، يقول لك إنه اعلان، راح نسوي اللي هو نخلي مثلا هذه الرول
لها أولوية أقل. طيب فخلينا نرتب الرول هذه. طيب هنا نحط أمر الديكلير فوق السهم، فنيجي نقول اللي هو الديكلير. طيب ديكلير لإيش؟ وبعدين نكتب اللي هي اسمها السايلنس. طيب اللي هي سايلنس، طيب ونحطه السايلنس. طبعا يكون الرينج حقه يا بين 10,000 والسالب 10,000، أو بين 1,000 والسالب 1,000. خلينا نجرب نحط سالب 10,000، هذه 1,000 و1,000، فراح نقول إنه أقل، يعني هذا سالب 10,000 وهذا حيكون صفر في الغالب باي ديفولت، أو إحنا نحط له نفسها declare copy ونحطه هنا past، ونحطه مثلا سالب واحد. سالب واحد أكبر من سالب 10,000، فخلينا نقول أو نخليه واحد ونسوي تخزين control save، فنشوف إذا بينفذ هذه بعدين يسوي الفاكت. نيجي هنا نقول نخزن أول، نيجي هنا نقول control load ونحمله من جديد، reset R reset و R. طبعا ما سوالت اي ما اه في خطأ. طيب في الرول 2 declare، طيب خلينا نتأكد من السبيلينج. خطأ، معلش في خطأ في السبيلينج اللي هي ال E هنا. طيب نسوي كنترول سيف ونيجي هنا كنترول L. طيب صحيح ما في أي خطأ، نيجي نقول كنترول E بعدين كنترول R، اتنفذ معانا بالشكل الصحيح. فهذه هي أمر اللي هي الديكلير وش الأمر الثاني أخذناه الديفولت. أتمنى أنكم استفدتم من الفيديو هذا درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.